اوبا اندومي بقالي كتير ما اكلتوش. ما شاء الله يا حبيبي، انت جايب اندومي وكمان في البيت، وانا منبه عليك وقايل لك ما تجيبش الاندومي ده ولا تدخله البيت تاني. اه يا بارد يا بجح يا اللي ما عندكش دم، عايز تخلينا اتجنن؟ طبعا ما انا بكلم حيطه، انا مش كل يوم بنبه عليك واقول لك ما تجيبش الاندومي ده، ليه بتجيبه؟ ها بتجيبه ليه؟ ما انا كلمتي مش مسموعه، انا كلمتي مش مسموعه، عشان لو مسموعه كنت سمعت الكلام. لا 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 لا، انا ما عرفتش اربي، انا ما عرفتش اربي العيال. يما يما، طب المره دي بس، انا بقالي كتير ما جبتوش عشان خاطر المره دي بس. مش قلت لك ما تاخدش اندومي تاني عشان هجيب لك سرطانات واجيب لك امراض وهتموت مني؟ انت ايه؟ عايز تموتني؟ عايز تجيب لي جلطه؟ ما تسمعش الكلام ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اقسم بالله العظيم لما تقوم ترمي الاندومي ده من ايدك دلوقتي يكون مولع فيك. ياما طب بالله عليك وحياه امك عشان خاطري، انا اصلا ما اكلتوش بقالي كتير، هم معلقتين اتنين بس، هاكلهم وهقوم ارميه. والله لو ما تقوم ترمي الاندومي ده من ايدك دلوقتي بالشبشب وعلى دماغك. قوم دلوقتي حالا قدامي ارمي الاندومي بدل ما ارميك من الدور العاشر. يوه حاضر. تربيه وسخه ما بتجيش غير بالشبشب. ورايا. A few moments later. اوبا انت بتاكل الاندومي؟ قفشتك ازاي بقى؟ لا ده مش اندومي، ده مش اندومي يا حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا ازاي ما فتش الباب؟ انت ازاي دخلت هنا؟ لا يا اما الباب ما كانش مقفول ولا حاجه، بس فاهميني ازاي بتاكلي اندومي وانت من يومين اندومي هيجيب لك سرطان، هتموت، هرميك انت وهو في الزباله، هرميك من الدور العاشر، ازاي؟ فجأة حلو كده؟ أنا قلت أجرب عشان أشوف هل الكلام اللي على النت ده هل هو إشاعات ولا صحيح، عشان كده جربت، وأنت عارف أصلاً إن أنا ما باكلش الأندومي ولا ليا في القرف ده، وبعدين أنت مالك يالا؟ ها؟ لا أنت مالك؟ لا مش قصدي. أنت مالك داخل عليا بتراقبني وتحقق معايا بتكسبني؟ هي دي آخر الزمن؟ هي دي تربيتي فيك؟ هي دي التربية؟ تربية وسخة؟ ده أنا شلتك في بطني 9 شهور، آه مش قادرة، مش قادرة، هي دي آخر زمن داخليني أحاسب أمهاتهم، اطلع بره، مش عايز أشوف وشك. أنا آسف. بره مش قادره، بره اطلع بره. هي الاخر زمن،